أحسن الله إليك يا شيخ. مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كما في قوله أفلتمارونه على ما يرى. الصحيح أنه ما رأى ربه، وأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل، كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح، وأن الله وأن الرسول رأى ربه بقلبه، وهو الذي روي عن ابن عباس، يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فهو ما رآه من الآيات الكبرى من آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟